أن ساشا هيب يؤكد لقاءه مع بيسن إسماعيل في القرية العالمية من خلال هذا اللايف. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد ظهور أنسة شايب وبيسن إسماعيل في القرية العالمية، الكل أجمع على أن الثنائي التقوا بالفعل مع بعض، وهذا ما أكده أنسة شايب في آخر لايفاته على تيك توك. وأكد أنسة شايب أنه بالفعل التقى مع مشاهير هناك، وصرح أنس أنه في القرية كان أزيد من 50 مشهور، وعلامات السعادة كانت واضحة على وجه أنسة شايب، مما جعل البعض يتوقع أن أنسة شايب هو من ترك رسالة على سيارة بيسن إسماعيل، وأن أنس معروف عن مقالبه الجميلة في بيسان. فهل سنشهد إعلان صلح قريب بينهما؟ توقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟ أخذت على القرية العالمية، انبسطت كثير. طبعا امبارح القرية العالمية الملاهي كان فيها تقريبا تقدروا تحكوا 40 مشهور، 40 واحد، أجواء بالتوب. 40 مشهور امبارح كان بالقرية العالمية، امبارح ولعت. ليش تضحك؟ انا بضحك على خدتي. اوكي شوفوا سي خلاص ابوش راح يتمه. شوف ميراج، اميرتي اميرات انا سي. انا والله طبعا اليوم عشان رحمة قربت تسافر على تونس. شوفوا مين معي كمان. هو بيصير